جماعة في الأجواء الماطرة الحلوة هذه، أول شيء أسأل الله أن يرزقكم جميعا شقق وعقارات إلين تقولوا بس، الله يرزقنا جميعا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله هذه الإطلالة الجميلة، اللهم صل على محمد صلوا عليه. شوفوا كيف إحنا في الدور 12، شقة ما شاء الله تبارك الله، والله بحر 220 متر، شقة كبيرة جدا، تمدي هذه تمديدات المكيفات واصلة فيها، شقة مرة مرتبة صراحة، في مجمع سكني متكامل في منطقة كاشستو في طرابزون. احنا في مجمع اكواماري، هذه الشقة في الدور 12 ما شاء الله زي ما شايفين فل اطلال على البحر، هذا البحر عندكم هناك، وهذه الامطار والاجواء الحلوة ما شاء الله تبارك الله. وهذه بلكونة تكلم على مساحة تقريبا اجمالية فوق يمكن 20 متر. طبعا هذه الشقة معروضة للبيع ما شاء الله، اللهم صل على محمد. والله التعليق ابغى اوقفه عشان الامطار الجميلة هذه ما شاء الله تبارك الله. طبعا تصوير اليوم تاريخ يمكن نتكلم على اليوم 27/7/2024، هذه أجواء الصيف في طرابزون زي ما انت شايفين، صيفيتنا دائما ما شاء الله تبارك الله في طرابزون أجواء مطرية. أخذنا دقيقة في البلكونة، معليش على الإطالة، نكمل معاكم على الغرف. عندنا هنا ما شاء الله صالة كبيرة، نتكلم على 40 متر تقريبا، صالة ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. هذه الصالة يا جماعة زي ما انت شايفين تمديدات المكيفات موجودة، إطلالة البحر على البلكونة اللي هنا. طبعا ممكن تقفل البلكونة هذه تطلع عندكم غرفة برضو 20 متر، لو قفلتوها تطلع عندكم غرفة 20 متر مطلة على البحر. هذه الصالة طبعا الشقة هذه مساحتها 220 متر، الدور 12 زي ما قلنا، سعرها الآن ولمدة محدودة 145,000 دولار، 4 غرف صالة نتكلم 420 متر ما شاء الله تبارك الله. هذا المطبخ على حرف ال، إطلالة البحر واضحة من المطبخ وانت هنا تغسل، هذه الإطلالة جميلة. طبعا عشان الامطار يمكن مو واضح لاطلال الطبيعه، لكن هذا البحر وهذه الطبيعه، مطبخ جاهز مكمل، تشطيب فاخر. الشقه هذه ما سكنت يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، زي ما شايفين لسه جديده. عندنا الغرفه الثانيه، هذه الغرفه نتكلم على 5 × 3.5 ما شاء الله مساحتها كبيره جدا. الان عندنا الموزع هنا ما شاء الله مساحه كبيره جدا، زي ما شايفين ممكن تحطوا هنا اللي هو الاستقبال، دولاب، العبايات والأحذية وانتم كرامة، ما شاء الله مساحة كبيرة، نتكلم على تقريبا 15 متر استقبال، صالة، مطبخ. عندنا الغرفة الأولى شفناها، نكمل مع بعض الشقة. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، هذه دورة المياه الأولى، وعندنا الموزع هنا غرفة غرفتين ثلاثة، وعندنا زي ما شفنا الغرفة الرابعة هناك. هذه الغرفة الثانية ما شاء الله تبارك الله فيها بلكونة أيضا، شوفوا الجو الماطر، هذا ايضا بلكونه ثانيه ما شاء الله، اللهم صل على محمد، يا سلام على الاجواء. هذه الغرفه الثانيه، نكمل مع بعض نشوف التفاصيل الثانيه. هذا البانيو الرئيسي، المساحات جدا كبيره ما شاء الله في كل شيء. هذه 4×3.5 غرفه الثانيه او الثالثه نتكلم. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية يا جماعة 25 متر ما شاء الله تبارك الله كبيرة، ممكن تحطوا السرير بالطرف هذا، الدواليب، تحطوا التسريحة، أيضا إطلالة بحرية مباشرة من غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله. هذه الغرفة زي ما انتم شايفين. عندنا هنا غرفة تبديل الملابس أو الدولاب، ممكن تحطوا باب، تحطوا هنا دولاب كبير جدا على شكل إل كمان، ولها حمام وبانيو خاص فيها زي ما انتم شايفين. طبعا الشقة زي ما شفتوا بقراطيسها جديدة ما سكنت، سعرها 145,000 دولار، قابلة للتفاوض من شركة بروج العقارية. دائما ممكن تتواصلوا معنا لتاخذوا أفضل العروض الموجودة في طرابزون، في اسطنبول، في أنحاء، في كل أنحاء تركيا. تواصلوا معنا والله يبارك للجميع، سواء للبائع أو المشتري، وخلوكم مع الأجواء الماطرة هذه ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام، اللهم صل على محمد.